ينضم معنا عبر سكايب السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، مرحبا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم ومشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني معلومات استخباراتية تتوفر للحكومة عن تخطيط تنظيم داعش لهجمات جديدة، والحكومة لم تحرك ساكنا. هل من وجهة نظرك يعني ممكن أن يكون هناك للحكومة يد في ذلك؟ هل هي متواطئة مع داعش في التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى ما حصل في كشيف وأيضا يحصل في أماكن أخرى وسيحصل أيضا في الحقيقة أنظر إليه من خلال منظارين. أولا أنه محاولة لإعادة لملمة الحشد الشعبي بعد يعني أن انسلخت منه بعض الفصائل التابعة لمرجعية السستاني في محاولة للافتراق عن الفصائل التابعة لمرجعية خامنئي، وبالتالي هذا الهجوم يأتي في إطار الضغط وعلى باقي فصائل الحشد، أولا لعودة هذه الفصائل التي انسلخت عن الحشد الإيراني، وأيضا للضغط على باقي الفصائل لعدم الالتحاق بالفصائل التي التحقت أو انفصلت عن هيئة الحشد الشعبي، لأن معظم الفصائل التابعة في المنخرطة في هيئة الحشد الشعبي تابعة للولي الفقيه بشكل أو بآخر. هذا من جانب. الجانب الآخر الذي يشاهد السعار الطائفي الذي يتحدث به أو تتحدث به أبواق هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية منذ أمس، يفهم أن هناك محاولة لخلق فتنة طائفية في البلاد، ويعني على غرار ما حصل عقب تفجير سامراء، أو بشكل أو بآخر طبعا ربما لا تتشابه تماما الظروف ولا يعني الدوافع أو المعطيات، ولكن أيضا هو محاولة لإثارة فتنة طائفية. ومن اللافت للنظر أن كلا الفتنتين حدثتا في سامراء وفي لماذا في هذا التوقيت أستاذ مصطفى؟ أنا قلت أن هذه محاولة للملمة الحشد الشعبي وأيضا للتأثير على صورة التلاحم الوطني الرائع الذي أفرزته ثورة تشرين العظيمة، حينما تخلى العراقيون بشكل كامل عن المشاريع الطائفية التفتيتية وبدأ خطابا واضحا موحدا للعراقيين هو خطاب الثورة، ومن هنا جاءت هذه الهجمات، وأعتقد أنها ستستمر في الفترة المقبلة أيضا. طيب، ألا تبرهن هذه الهجمات المتعددة في أكثر من محافظة على أن القوات الحكومية أيضا والميليشيات تبقى عاجزة عن تنظيم أو مواجهة تنظيم الدولة بدون غطاء أمريكي حتى؟ يعني هذه الميليشيات الموجودة سواء في الحشد الشعبي الإيراني أو في الحشد السيستاني كما يقال، كلها لا يمكن أن تقف حقيقة في أي معركة، لولا نحن شاهدنا هذا، لولا الغطاء الجوي الأمريكي الذي كانت توفره الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، وغطاء المدفعية أيضا، والذي تسبب في تدمير المدن العراقية في الموصل، في بيجي، في الدور، في تكريت، في ديالة، في الحويجة، في الفلوجة، ومدن محافظة الأنبار الأخرى وغيرها. وبالتالي هذه الميليشيات أعجز بالحقيقة عن أن تواجه هذا التنظيم الإرهابي في أي معركة. هؤلاء فقط وقود لإدامة الصراع وإدامة الفتنة في العالم. طيب أستاذ مصطفى، لماذا كل هذه الجيوش المليونية والميليشيات التي تستنزف أموال العراقيين، تستنزف ميزانية الدولة، مدججة طبعا بكل أصناف السلاح المشترى من الدول بأسعار باهظة جدا بمليارات الدولارات، مع ذلك يعني هي غير قادرة على حماية نفسها من عدد قليل ممن يسمون بتنظيم داعش؟ يعني ربما في العراق، هو البلد الوحيد الذي يعني يزود الميليشيات التي تقتل أبنائه وتسرق أمواله، يزودها بالمال. هذه الميليشيات تابعة
للسلطة العراقية الممثلة في نظام أو في عصابة المنطقة الخضراء، وبالتالي هذه كلها ضمن مشروع أكبر، هو مشروع تدمير العراق وأحداث الفتنة الطائفية فيه وتصدير الفتنة الطائفية والإرهاب إلى كل جواره العربي وربما أبعد من ذلك. هذه يعني مفارقة، أن يمول العراق بنفسه من دمه ومن ماله هذه الميليشيات الإرهابية. طيب استاذ مصطفى، يعني اليست مفارقه ايضا لافته انه كلما تحرك الشعب في تظاهرات ضد الحكومه ومطالبه باسقاط النظام السياسي القائم في العراق القائم على المحاصصه وعلى المحاصصه الطائفيه، نجد ان تنظيم داعش يظهر مره اخرى؟ هذا يؤكد على أن تنظيم داعش هو واحد من الأوجه التي تتحرك بها إيران وميليشياتها ومشروعها الفارسي في العراق، الذي يسعى لإثارة فتنة طائفية. هؤلاء لا يمثلون سنة العراق ولا سنة سوريا بالمناسبة، هؤلاء إنما يمثلون وجها إجراميا لتشويه الإسلام ولضرب الوحدة العراقية ولضرب الوحدة الوطنية في سوريا. ويعني كما تفضلت، كلما دخلت العصابة المتحكمة بالعراق في خانق يجري إثارة ملف داعش وإظهاره من جديد وتفعيله والعمليات الإجرامية التي ينفذها هنا أو هناك، يعني لا يقصد بها إلا إثارة الفتنة وإلا التشويش على الأوضاع التي حصلت في العراق طيب بعد ما الذي ثورة قدمه تشرين. شركاء العملية السياسية؟ يعني لا يقدمون سوى اللوم، بعضهم يلوم بعضا نتيجة فيما يتعلق هذه الهجمات، هجمات تنظيم داعش كما هو جار اليوم. يعني هل هي محاولة للإعفاء من المسؤولية؟ هل هذا يعفيهم من المسؤولية للحفاظ على أمن العراق وعلى الملف الأمني؟ هؤلاء جميعا محسوبون منهم على سنة العراق، والمحسوبون منهم على شيعة العراق، والمحسوبون على أكراد العراق، وهم لا يمثلون هذه الفئات جميعا. هؤلاء جزء من مشروع تدمير العراق، وبالتالي هم لا يفعلون إلا ما ينسجم مع هذا المشروع، مشروع القتل والتدمير والسرقة والتخريب وإثارة الفتن الطائفية والإرهاب. وهذا ما وجدناه منذ 17 سنة، هذه المسألة ليست جديدة، هذا الملف المفتوح ملف فساد وإجرام وإرهاب هؤلاء السياسيين. ويوميا يوما بعد آخر الحقيقة نكتشف المزيد من الأدلة يعني التي تعزز هذا المفهوم وهذه النظرة لهؤلاء المجرمين. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر سكايب.